لو لسه ما بدأتش جغرافيا خالص أو كان مستواك واقع أو عندك مشاكل، في شهر واحد بس اللي هو الشهر الخامس تقدر تظبط مستواك تماما بشوية اجتهاد منظم غير طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أساتذة يا محترمين يا طلاب آداب. الشهر الخامس بس المرة دي الموضوع مختلف على المنصة تماما. أنا عايز أقول إن احنا بنسمي الشهر الخامس ده بفضل التخطيط اللي احنا بنعمله من أول يوم في السنة، أنا بسميه الشهر السحري. ليه أنا بسميه الشهر السحري؟ لأني حقيقي هديك طريقة بسيطة جدا تخليك لو لسه ما بدأتش جغرافيا خالص أو كان مستواك واقع أو عندك مشاكل، في شهر واحد بس اللي هو الشهر الخامس تقدر تظبط مستواك تماما بشوية اجتهاد منظم غير طبيعي. وناخد هنا ملحوظة، ان اصلا الشهر ده بطبيعته الطالب اللي الكيرف بتاعه عالي كده فبيبدأ من المذاكرة عالي يتراجع، فالشهر ده في حالة انتخة لمعظم الطلاب حتى اللي كانوا شغالين من الاول، بندعوهم ان هما ما ينتخوش. ولكن الخبر الكويس من ان الطلاب ما انتخين، عزيز الطالب اللي بادئ انتوخ اصلا مفيش في دماغك حاجه، فرصتك ان انت اللي كيرفك يعلى عشان توصل للناس اللي هي دلوقتي مريحه. فاللي بيجروا وانت واقف فرصتك انك تجري، لان هم دلوقتي معظمهم واقفين، فممكن في الاخر نتقابل في نقطه وكلنا نظبط دنيتنا. طب يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده هيبقى ازاي؟ السر كله في السيستم والتقسيمة، التقسيمة اللي أنا بشتغل عليها من أول يوم وعامل حساب الوقت ده، من أول يوم في السنة، من أول يوم في العام الدراسي، وأنا منتظر اللحظة دي اللي عرفكم إيه فكرة إن في واحد بيقولك فعلاً إن القوة في التخطيط. نقول تاني الكلمة، القوة في التخطيط. خش في الموضوع. الشهر السحري في الجغرافيا أنا بقول لحضرتك، بص كده معايا، الشهر في المحاضرة بينقسم لأربع أسابيع. آدي يا أستاذ الأربع أسابيع بتوعك، الطبيعي أن حضرتك في كل أسبوع من الأسابيع دي عندك محاضرة جديدة. إيه هي المحاضرة الجديدة؟ الشهر ده إحنا بنقدم لحضرتك المحاضرة رقم 17 والمحاضرة رقم 18 في الأسبوع الثاني منه، والمحاضرة رقم 19 والمحاضرة رقم 20. ادي الاربع محاضرات بتوع الشهر الخامس اللي هنتكلم فيهم كلهم في درس اسمه المشكلات السياسية، وبالمناسبة ونبقى خلصنا كده الوحدة التانية، خلصنا النص التاني من الوحدة التانية. المنهج بتاعنا وحدة تمهيدية ووحدة اولى ووحدة ثانية، وهقول لك دلوقتي وحدة ثانية برضو. الوحدة الثانية دي تساوي الجزء الجديد أو الشرح الجديد اللي هو بيساوي الشهر رقم 5. ولكن أنا بقول لحضرتك في نفس الأربع أسابيع دول، في عز ما الناس كلها مأنتخة ومريحة، هطلب منك إنك كل أسبوع يبقى عندك محاضرتين، محاضرة رقم 17 الجديدة وقت ما تنزل، وحضرتك كل اللي مطلوب منك انك تذاكر حاجة اسمها الكومبو واحد، وفي الاسبوع الثاني تشتغل على محاضرة الكومبو اتنين، وفي الاسبوع الثالث تشتغل على محاضرة الكومبو تلاتة، وفي الاسبوع الرابع تشتغل على محاضرة الكومبو اربعة. فواحد يقول لي وهم الاربعة كومبو دول يا مستر يعني يبقوا خلصوا لي ايه؟ اقول لحضرتك يبقوا خلصوا لك الوحدة التمهيدية والأولى والنص الأول من الوحدة التانية. كل ما سبق دراسته، كل ما سبق دراسته، وحضرتك في الجزء الجديد هتشتغل معانا أسبوع أول تاني تالت رابع، نبقى خلصنا كل اللي فات في أربع حصص مجمعة اسمها كومبو، ومع أربع حصص جديدة في الشهر الخامس أنت بتؤهل نفسك وكأن عندك امتحان ثانوية عامة. يعني أنت بالوضع ده كده تمهيدية أولى تانية أنت بقيت برنس في الجغرافيا. خد بالك مهم تخطي الخطوة دي دلوقت، مهم تخطي الخطوة دي قبل ما تتراكم عليك الدنيا أكتر من كده ونبدأ ندخل على الشهور اللي المذاكرة فيها أصعب والضغط العصبي فيها أكبر. ويا سيدي لو عندك مشكلة في الجغرافيا تبقى خلصت الملف بتاعها بشكل منظم ومحترم ويليق
بأن طالب عايز يعيد حساباته مع نفسه. تاني، أنا ما بديكش فرصة إنك تبقى متسوح في الجغرافيا. لو كنت ضعيف أنا لسه بديك حل على قد الإيد بمحاضرتين اتنين بس في الأسبوع، والمحاضرات دي كلها يعني أنا كده هجيب التمن محاضرات، محاضرات الكومبو أنا عارف إن كان سعرها غالي، ولكن عن المحاضرات الطبيعية، ولكن في الشهر ده الناس اللي عايزة تعمل حاجة وتطلب إنها تشترك الشهر الخامس مع الكومبو هيبقوا هما الاتنين بسعره مخفض، عشان كمان أنا أبقى بساعدك. الكلام ده في الشهر الخامس بس. أتمنى من حضراتكم إن أنتوا تنتهزوا الفرصة تعيدوا حساباتكم عشان خاطر اللي جاي تركزوا فيه في المواد اللي عندكم فيها مشاكل، ويبقى ملف الجغرافيا اتقفل بمنتهى البساطة، وتبقى واحد بجد من طلاب غنيم اللي بيستعدوا للمراجعات اللي إن شاء الله السنة دي. وبأكد في كل فيديو إن أنا هدي أسئلة الامتحان بإذن الله بالنص في المراجعات. الجملة دي معناها إن أنا ببذل مجهود كبير جدا وبستعد لها من دلوقت، ومعناها إن أنت كمان لازم تستعد لي عشان لما أديك الأسئلة وتلاقيها بالنص تكون بتعرف تحلها، مش تاخد الأسئلة وتلاقيها بالنص وتلاقي نفسك محتاس فيها وانت جوه اللجنة، ولكن للأسف انت بتشبه. والله شبه اللي قاله، شبه اللي قاله، بس انا برضو مش عارف الإجابة. ساعتها هيبقى حزنك أكبر وهتحس جدا بالإهمال جوه اللجنة، ولكن انا بديك فرصة ومنظمة انك تظبط نفسك وتستعد ان للمراجعات، وتستعد انك تاخد الأسئلة بالنص، وتستعد انك تبقى واحد من طلاب غنيم، وان شاء الله تبقى قد اي امتحان.